يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والبحر والوجه البحري، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية.